It's an honor, حبيبي العالم. Thank you so much. ما حدا غيرك يفشلنا خلقنا بالاغتراب. صدقني صدقني ما حدا غيركم بفرفح لنا قلوبنا بضل يعطينا امل بهالبلد الحلو. Thank you so much. يلي ما حدا بيعرف انت مزبوط الا انت والشريك والفريق العمل اللي معك. جورج شقية من زحلي اكيد. مغترب صار لي 43 سنة برات زحلي. كنت بكندا وهلا I moved to New York United States بعد ما تجوزت. صار لي 3 سنين بامريكا. خلقتوا شكلكم مع بعضكم، شو سميتوه وكيف جمعتوا بعض؟ أنا الـ PR تبع اتحاد الأندية الزحلية بأمريكا الشمالية، يعني ما بين كندا وأمريكا عندنا 5 أندية زحلية. اجتمعنا بـ 9 نوفمبر 2018 29/2/1912 17 شاب زحلاوي مع الأندية بلس الشباب الزحاني، وعملنا هالفيدراسيون لنضل على اتصال على طول مع بعضنا. عندنا 5 كلبات. أول كلب تأسس بأوتاوا بالثمانينات 88-89، ثاني كلب بتورونتو، ثالث كلب بمونتريال، رابع كلب بنيويورك، خامس كلب بباستن، سادس كلب كاليفورنيا، وعندنا كلب على الطريق بهيوستن تكساس. لازم يكون زحلاوي تكون معكم؟ مش ضروري تكون زحلاوي، إذا بتحب العرق أهلا وسهلا فيك، لازم جوين ذا كلاب كيس عرق صرت زحلاوي، بس عشان تكون من العرق زحلاوي. 100%. طب الكلاب تبعكم شو بيعمل؟ كيف بيجمعكم؟ كيف بتساعدوا بعضكم؟ كيف تتذكروا وبتذكروا بلبنان؟ مهمتنا يعني المشن تبعونا على طول المساعدات الإنسانية الاجتماعية. بتعرفوا لبنان الأوضاع اللي عم نمرق فيها من هلا، على طول على طول على طول في بيج ديماند لمكافحة الفقر، للختيارية، للأيتام، للمازوت بالشتوية جاي علينا والبدة تجي علينا. كل سنة كل سنة كل سنة عم نكثف جهودنا ونحطها كلنا مع بعضنا لنقدر قد ما فينا نساعد. يلي عم فينا نعمله عطول انه ريز ذا ماني انه نبعتهم على زحلي. عم نتعامل هون بزحلي في عنا 5-6 جمعيات كمان عطول، هن عاملين مثل اساسياسيون هلا بتشوفون بعد شوي بتتعرفوا عليهم جايين. اسمها زها، very well organized, very nice people. So نحن we raise and we help. شو بدهن عزيز نساعدهم. ووقت الكورونا بتتذكروا بالكورونا بحكي لك سيلف هيك لتشوف الزحلية قديش بنضل نحرق. وقت الكورونا عزنا ماشينات اكسجين كانت مفقودة بزحلي. حكينا مع الشباب بين بعضنا انه بدنا ماشينات لتشحن من امريكا بدها 40 يوم وما فيك تشتري على امازون تبعتها. من اوروبا بالدول ما كنا نلاقي شيء. دقيت لخاله بالبيريني بفرنسا ببو سيدي تلورد، هو عنده كونكسيون ونيكون فارماسيون. قال لي يا خالو في عندي 10 ماشينات، تخيل من البيريني على باريس، من باريس للصليب الاحمر ببيروت الدولي والصليب الاحمر لزحلي، بعثنا 10 ماشينات امنيهم بظرف جمعه جمعه وشوي. هذا من الانجازات يلي لك بس احكيها عن جد عندي ديفريسون دي ابشعر بعدين. انه على طول على طول على طول بنجرب قد ما فينا قد ما فينا نامن شو بيعوزوه. بالنسبة للمازوت كل سنة كمان هلا عندنا الخريف الشتوي جاي عم نحضر حالنا للمازوت للتدفئة. أخذت عن الحديث طبعا اللي وصلت والتقيته هون. يا. ثاقبت تجمعوا بعض، صار عندكم سنويا بتلتقوا هون بزحلي. عندنا المؤتمر الانتشار الزحلي اللي هو بتعملوا زها هوم تاون اسوسيشن، زحلي هوم تاون اسوسيشن. كنا نجتمع كل سنتين بس لأنه الكورونا اجت ما قدرنا نجتمع. عملنا واحد على الأونلاين زوم ميتين لاسير وهيدي السنة اجتمعنا بزحلة، رجعنا عودنا النشاطات. كيف نجتمع هونيك؟ ايه عطول 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 نجتمع. أوقات نيويورك بيعمل بيكنيك، أوقات أوتاوا بتعمل بيكنيك، أوقات مونتريال بتعمل بيكنيك، أوقات عطول منشارك بين بعضنا. في عنا حفلة سنوية بنعملها وكلنا بنشترك فيها، هيدي بنقول قديش شهادة زحلة. هيدي بلشت بتورونتو، بلش شاب من زحلي حبيب قلبنا كميل بحرصافي، كان بس راح بالايتينك بالثمانينات او اول التسعينات صار هو لحاله يقدم قديس شهاده. بال 2014 تماما هون كنا كل سنه بدنا نجي نقدس، صرنا نجي من ديترويت، من نيويورك، من باستون، من كل امريكا الشماليه. حتى في مره اجوا شباب من البرازيل قدسوا معنا، اجوا شباب من كاليفورنيا قدسوا معنا. بلشت تتبلور بال 2014 فكره الاتحاد الاندي الزحلي وبلشنا نفروش ونعمل اندي. نحن الشباب الزحاني على طول ما بين نيويورك وباستون واوتاوا بس نجتمع على طول على طول. بيبقى مثلا في شيء بيكنيك او في شيء سكره او في شيء مثاقبه بتصير هيك معنا على السريع، بتلاقينا على طول بده يمشي العرق بدنا نبلش مين بيسكر قدنا. اخر مره كنا بنيويورك كنا عندنا حفله
وحبيب قلبنا مؤسس نادي نيويورك روبير السائلي بنيويورك. الشباب ما للاسف ما انه موجود معنا بس على طول ما هو بالقلب وبالروح وموجود وبالوجدان. عملنا حفله هيك كنا بمطعم وطلعنا بالغنيه كمان يعني بيسكر قدنا. شو الغنيه كيف بلشت؟ الغنيه بلشت بال90 الشاب من وادي العرايش الله يرحمه توفى هاجر على استراليا هلا هو بلشها. مين بيسكر قدنا من وادي العرايش كان فيديو كليب عمل اياه وعندي الفيديو كليب قديم عنا. مين بيسكر قدنا مين يهدي حدنا نحن ابطال القمار هيدي وركة جدنا. سو كل ما نقعد نحن شو بدك تغني بزحله معروفه مدينه الخمر والشعر بدك تبلش بالعرب بعدين تبرم على الشعر. سو بنبلش مين بيسكر قدنا وفي عنا هيك بوطه بهيك بالذبذبه بتركب يعني الشباب بيطلعوا فيها. لاست تايم كنا عملناها بنيويورك روبير كان عزمنا وطلعنا مليون صرنا مليون مليون ونص فيو على هيك بال. وفي حدا منكم حافظها كلها؟ ايه هلا بيجوا بعد شوي بدنا نغني لكم اياها تكرم عينك بدي اغني لك اياها هلا بتحط لك الجو على عزيز. بس انا اهم شغله في شغله بكي بس يعني يمكن شغلت لي بالي عرقتكم برا طيبين؟ عرقتنا برا بتلاقي الكساره البران الكساره الكرام الكفرية اللي بتلاقي اللي بدك اياه. ما في مزح. لا 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 ما في مزح. هلا بيعملوا عرق بيتي بس عرق البيتي بيضرب الراس هيدا. وكل واحد ببيته عنده كل الكولكشن. اكيد هلا يعني بس نجي لهون بنحمل وبس عم نلاقيه بامريكا عم نلاقي كل انواع العرق والنبيذ اللبناني على طول موجود. يعني بقول لك كل حدا مثلا اضطر يغترب او عايش برات لبنان وهيك حس ب ايموشن او نوستالجي بيروح لعندكم بشرب كاس في بوته بالجو. اكيد هيدي لكل واحد بيروح على امريكا او بكندا اذا عاز عرق او عاز شيء يدق لنادي زحلي وين ما كان اذا شو ما بده نحن بامره. غيرتوا كلمات شوي؟ فادي غير شوي، ايه بفوت علي العكروت هيك بيعمل لك رتوش. شو في هيك كلمات حلوين المهضومين اكثر كلمه بحبها انا بالاكثر جمله يعني اشرب بتضلك مبسوط على العدليه ما بتفوت الضابط بتشوفه ظلبوط ومين بيسكر قدنا ونحن ابطال الخمارة. حلو كثير الغنيه عملت ضجه كثير كبيره ألف مليون مليون ونص فيوز على السوشيال ميديا ونحكى فيها كثير وقلنا الشرف وقلنا الحظ انه نلتقى فيكم اليوم. نحن جينا من بيروت نهار الاحد تنلتقى فيهم على الساعه 9 بالقداس الاحتفالي لجمعيه زحله او بالزحله بانتشار واليوم رح نسمع الغنيه غير شكل. بعد كم كاس تتقلع تحضر حالنا لانه بكلف بعد كم يعني. كاس هلا الشباب جايين بالاوتوبيس بالبلديه وجايين بعتقد سكرانين الشباب مش خلص لا وصلنا سكرانين ولا يهمك. نعم بمزح جورج زخيا من زحله. I'm an elected member of the local government in Sydney for a city called Canary Banks Town. So I sit on board of the local government. We have a huge number of Zahli residents there. We have an association which is a non-profit association. We have our own place, our own Zahli association home. Plus we have a hall. يعني خلقتوا لزحلة entity by itself يعني عندكم it's محل تجتمعوا فيه that's right. عندكم جمعية خيرية مرخصة من الدولة that's right. بتجمعوا مصاري من هناك تبعتوها على زحلة كيف عم تشتغلوا كيف عم تجمعوا بعضكم هلا normally we collect from each other okay but now we've placed money donation boxes in Lebanese shops so you go around Lebanese shops you'll see the Zahli association box people when they get their change they drop it in the box we collect that each month and then we send it to you, people in Zahli. ليش بتحبوا زحلي هالقد؟ حبيبي I was born in Zahli. سجلي 44 بحط راسي so I am true born Zahli people. طب كل العالم اللي فلت او انتم اللي فليتوا وبعتوا بعده القلب هون؟ Of course بعده القلب هون خاصة people فلت من هون هلا الخلق هونيك بجوز ما يكون عندهم the same طموح بس ولكن فلوا من هون still بعضهم very much attached to Zahli. Now we don't forget that I'm Australian. I am Australian first and then Lebanese second. So I can't. I've got a good friend of mine. He used to be the president of the upper house. يعني بتقول مثل مجلس رئيس مجلس النواب هوني. He used to tell me, let me tell you something, George. Australia is like my mother and father, and Lebanon is like my grandfather and my grandmother. We should never forget our roots. We should never forget our identity. This is an identity that we have. We should never forget. And I push everyone and I tell everyone to come back and invest here. We hear a lot of bad things about Lebanon, but trust me, it's still a good country. It's still got a potential to do a lot of things here. And I push everyone to come over. As you can see, we've got people coming from all over the world. We've got from Canada, from America, from Australia. So they all came back just to join this
this Zaha association and to promote it and to push it forward. أهم شيء تشرب عرق دائماً. Of course, هلا هلا وصلت العرق. I started the very first legal Lebanese distillery in Sydney. عندك شركة عرق. عندي شركة عرق started recently. And I started as a winery. And okay. I own a winery there. Okay, and that winery was actually I changed it to a distillery. شو اسم البراند؟ هو اسمه عرق كرما. اوكي. اوكي. وبتعمل عرق مثل كأنه لبناني؟ 100%. 100%. But the actual the wine it's called Wollombi Estate. So we own Wollombi Estate in the Hunter Valley. And as I said, we changed it into a distillery and now soon producing عرق and it's soon whiskey as well. يلا جريت صار في عرق لبناني بيقص عليه واليانسون زيته والطعم زيته اليانسون وشبراري هي خي 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 so we just had a container that left not long ago a few weeks ago so we ship it out of here over there and we did the same process exactly the same process but with the new technology it's a push button technology it's not the old where you have to put fire underneath timber there's no timber it's all push buttons good luck yeah حلو بزحلي في شغلة إنه بس كنا صغار بزحلي نلعب مع بعضنا بتعرف بكل حي بنعرف من الأكسنت تبعهم هي زحلي فيها 16 أو 11 حي أو 16 نسيت الرقم المزبوط بس بكل حي عندهم أكسنت ديفرنت عن الحي الثاني هل قد بتفوتوا بتفاصيل؟ إيه كنا نعرف إنه هيدا من حارة التحتة هيدا من الراسية أو هيدا من حي الميدان أنا من حي الميدان عفوا سو بتلاقي كنا نعرف بعض نميز بعضنا بدون ما تعرف انه ما كان عندك معرفه شخصيه فيه اذا ما تراه بالكشاف او عندك شيء تعرف انه هذا الشاب من حي الميدان ديريكت او هيدا من حارة التحتة او هيدا من الراسيه او هيدا من المعلق تمام كلب الزهر يا هلا نورت صباح انا مع شباب بن عمير رئيس اتحاد انديه الزحليه جو قعدي رئيس اطوا كلب اطوا السابق في ابو عسلي من اطوا هون الشقية ابن عمي عايش بزحلي وهو كنداني بس ما تقلى طبع كندا رجع على زحلي نبيل داود من اطوا من مؤسسي نادي اطوا هو مولى ابن عمي إلي بو حنا جاني نعمي من نادي نيويورك زحلي من زمان كان راديو سكوب بزحلي ما كان في اذاعه غير الا راديو سكوب كان هو المذيع والقصص هيدي كلها بس كنا صغار كريم صدقه رئيس نادي زحلي هلا حالي باوتوا رئيس نادي زحلي باوتوا اسمي كريم صدقه انا رئيس نادي زحلي اوتوا بكندا نحن نادي زحلي اوتوا تاسس سنه 1990 باوتوا من اهم النوادي بالجاليه اللبنانيه بكندا نادي فعال نشيط ابتدى نشاطاته بالحفلات بالاشياء الاجتماعيه للهدف كان لمساعده الايتام بزحلي بلشنا بالتسعينات نساعد مدارس ايتام وبعدين انتقلنا بالمساعدات العائليه مباشره صرنا نتعامل مع العالم مباشره دغري التواصل مباشره ومع الكنائس وكل النشاطات كنا نعملها قسم يكون فيها بكندا وقسم الاكبر يكون لحصه زحلي وبعدنا بهالتواصل لهلا وهلا صرنا اتحاد أندية زحلي بنورث امريكا صرنا 6 أندية متحدين مع بعضنا وهلا عم نقرر بين الادويه والمازوت لانه بتعرف وضع زحلي كثير قاسي بدهم بيستعملوا مازوت كثير التدفئه على المازوت برميل المازوت 200 250 الف اذا وجد سو هلا هيدي عاملين الحمله هلا السنه رح تكون للمازوت وللادويه ان شاء الله الله يوفقنا بالنشاطات اللي بنعملها بالنادي ونضلنا مكفيين ونتواصل مع اهلنا بزحلي لك شو الأكلة هلا بتدوق منها ما بتاكل منها غير منها بحيرتك شو اسمها سنين العجوز؟ سنين العجوز هي تتكسر له سنين العجوز او لا بشكل لانه هي ايامات اذا ما نجحت بتكسر سنين العجوز مع عسل بكسر لك سنين هاي أكلة تقليدية زحلوية اوكي هاي على الوادي على الوادي يعني مثل السمسمية لا لا زيت عيلة السمسمية كلها اوكي هيدي عجينة معمولة مثل الجاتو أكلة الفقرة خيي يعني لا هاي عجينة اوكي هاي فستق بيعملوها وبيركبوا لها بيعملوها بالقطر بيعملوها بالقطر بالعسل بحط بس العسل بس سنين ومش قوية شو طرايا مش مش قاسي اوكي فيها بندق هلا نزلنا هلا ما نشوف
بلش لنا كرانجيو هاي يعني اكله زحلويه. اول شيء فكرت انه اسيا بس طلعت لا خفيفه. الكراميل فيها كتير كتير لذيذ مبينه مثل هول شو اسمه الكورن فليكس نحن صغار البوبس. عجينه محمصه مع الفستق الطازه. روحوا جيبوا غيره شو هيدي شغل مدام حبايقه. مدام حبايقه مدام حبايقه بتعملوا بالبيت عندها سويت توس مدام حبايقه جراماز نوتس. جراماز نوتس 2022 على انستغرام. لا بتستاهل جعايه صحتين. جريت جوب. تقليعة منيحة على السبب. هلا جاي دور. اوكي. احنا حضرنا هدية رمزية لبنانية وزحلوية بالتحديد. شجعنا كل المؤسسات الزحلية من ايام الرجاء من منتدى المقعدين من مدام حبيقة واشغال كلها يدوي ليخدوها معهم على الاغتراب ويتذكروا. اضافة لمدام حبيقة زنين العجوز اللي كلنا نحن ربينا عليها بزحلة لانه ما كانش في بعد كتير افران وكذا. كل ست بالبيت تقليها وتحضرها لاولادها. انتاج الزحلاوي من العسل وشوية قطر لحتى نخفف ال ايه اكيد يبدو. لك ايوه روعة حبيتها. تيجي معي نعم برنا بالضياع. والله اطلب. عن جد وحدة بدو. والله اطلب. اجا اجا هن هذا المطرب فادي حداد. صوت الحنون. صوت الحنون يلي من اجاد اغنية مين بيسكر ادنى. ولا فادي حداد من تورونتو كندا. وفادي معنا بالفيدريشن كمان. هلا بدكم تغنوا لنا هلا. لا كيف وقف له الوقفه مثل العربي هاي؟ جاهز صوت هيدي. سالنا هذيك الساعة كم كاس عرق بدنا لنقلع؟ بدك اربعة. اربعة اوكي المعدل اربع كاسات. كثير حلو. كتير حلو كمان unexpected. يعني نحنا جينا لهون على أساس بدنا نغني غنية العرق بس إنه نلتقى بهالعالم اللي جايين من أربع زوايا العالم. إن كان من أستراليا إن كان من أمريكا إن كان من أفريقيا إن كان من أوروبا إن كان من وين ما كان. وبالآخر كلهم سوا راحوا سافروا هاجروا اشتغلوا تعبوا بس بقي لبنان بالقلب. وصاروا يقولوا بكل فخر البلد اللي حضننا وبلد الأم. شيء كتير 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 حلو. وخبرياتهم كتير حلوين. العرق جمعهم، البسط جمعهم، الضحكة جمعتهم. انبسطوا، ساعدوا بعضهم، دعموا بعضهم، ضحكوا وما نسيوا زحلة ضيعتهم يلي بيشتغلوا له وبيبعتوا له مساعدات. قديش حلو قديش تعلمنا من هالفيديو قد عم نتعلم منهم. بيب هيك يعني العرق بيجمعنا. أنا نقول شقية من كندا. أنا عندي مطاعم شين تيم هورتنز بكندا وعندي شركات ريل استيت وعندي شركات بالدومينيكان ريبوبليك كمان ريل استيت كمان عنا هون بلبنان. يعني هذا الشغل اللي متعاطى فيه. وهلا أنا رئيس اتحاد نوادي نورث أمريكا اللي هي من أوتاوا من تورونتو من نيويورك من باستون ومن كاليفورنيا. دعينا للاجتماع الاغترابي نحن هون لحتى ننظم لحتى نقدر نجيب الشباب بالمستقبل على زحلة نرجع تعرفوا على بلدهم ولما لجزورهم ويضل التعلق الموجود بين كندا وبين لبنان معنا على طول ونحن وولادنا وإخواتنا. اللي حسيته بالكل أنه اليوم الكل راح اشتغل تعب كلكم نجحتوا الحمد لله بس بعده قلبكم هون ودايما بتحبوا ترجعوا أو فينا نقول pay back to زحلة أو give back to زحلة. كيف عم تشتغلوا شو عم تعملوا؟ نحن الأساس إن ما منعتبرش حالنا تركنا زحلة. يعني ما في مغترب بقول ترك. من نحن أنا صار لي 45 سنة بكندا. وهي اللي خلينا نروح يعني ما فيش نهاية الحوادث والحروبات الدائمة. اغتراب ورا اغتراب ورا اغتراب. يعني لبنان بيفضى مع الوقت بس لازم يضل في اتصال. نحن تركيزنا على الخير من كندا للبنان. عطول منعمل حفلات ومناسبات لنجمع أهل زحلي برات لبنان وكل الأشياء اللي بنعملها مريعة لمساعدة جمعيات خيرية بزحلي من تدفئة من أدوية من أكل من كل شيء فيه الله بيقدرنا عليه بنساعدهم لأهل زحلي. هاو هيك بنضلنا متصلين ببعضنا وهذا اللي فينا قدمه خير لإلنا ولعيالنا وإن شاء الله بنضل ماشيين هاي ونقدر نجيب أولادنا لأنه في التخطيط هلا نعمل مخيم صيفي مع بلدية زحلي ليبقى يجوا الشباب والشابات ينعمل لهم دورة جمعتين هاو يتعرفوا على لبنان كله بذات الوقت
يتعرفوا على زحلة ويصير يتعود ويرجع يصير اتصال بينهم وبين هذا. لكل حدا من زحلة، بيو من زحلة، اخته من زحلة، بيعرف شيء بزحلة وما التحق فيكم بعد او ما اتصل فيكم، يمكن اليوم فيك تقول لهم حكونا. هيدي بنتمنى على الجميع يعني هلا، لانه نحن كمان عم نعمل نوادي جديده وتاسيسيه بعده مناطق بكندا وبامريكا اللي مش موجوده فيها نوادي، لحتى نجمعهم ونحن اتصلوا فينا نقول الشقيه انه ما بعرف كيف بدنا نعطيهم على انستغرام على فيسبوك او رقم التليفون على الفيسبوك على التليفون 1819-664-8000. نتمنى عليكم تصلوا فينا لحتى نساعدكم تأسيس نواديكم وحتى يصير في عنا جمعة أكبر وأكبر. الله يخليك، بيساعدوا بعض وأهم شيء بيشربوا عرق كتير. هي دعاية علينا والله. هي دعاية علينا بس صيد لنا بقولوا بالفعل لغيرنا. بس خليني بس فارج غيري، أمي كل يوم بدها تحضرك. كل يوم اسمها ليلى شقية، كل يوم عشية بتقول حطوا أنتوني بدنا نسهر، نقعد ونسهر كل يوم. إن شاء الله الله يعطيك النمي والدار ماشي وناجح. ميرسي ما في منك، خليك سلام تعب أمريكا قريبا. الله راد. اسمي سلوى سسيم بدر من أستراليا سيدني، مسؤولة عن السيدات، عم نجرب نجمع السيدات الزحالني. أنا بجمعية زحلي بسيدني، جيت من 3-4 سنين بأصعب الظروف اللي كانت بأستراليا، كان الكوفيد. طلعنا بنشاط إنه نبعث دواء ونبعث أكل على لبنان. بلشنا إنه نسأل الحكمة مين بده يحب يبعث دواء. إجا الشاب صاحبنا عزيز على قلبنا، هو حكيم اسمه دكتور باريش، أنطوان باريش، ومدامته حكيمة، هو الدعم القوي كان لزحلي. بينسوا اللبنانية لما بيوصلوا على وطنهم، هم ملك قاعد على أرض لبنان. قد ما بيقترب اللبناني لما بيوصل على زحلي هو ملك. جبنا رحنا لقينا عرق المختارة، هيدي من قاع الريم، نصحونا فيها، قال كتير كتير طيبة، عرق بيتي، عرق زحلية. هون في فود كورت أو شو بيقولوا فود ستاند، ما في غير هالقنين تاين بالبتعنية كلها، ما في غيرهم هلا. صور خليك صور. جبلان؟ لايك هلا مصور. صباح الخير. صحتين صحة حاج. هاد عليكم. يلا يلا ها. تقوي. صحة. كيف كيف عنك؟ يلا. قول الله. يلا. شيب. كيفكم يا شبيب؟ قريب يلا. قدم يا فادي. أعمالكم أنت عندنا زحمة. يلا 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 هم هي عرق زحليوي زحليوي. منأكد انه ما حدا رح يضرب الليله ونهار طويل. هلا انا فاهم على بكره بس مش انا مالك صح 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 صح. يلا اشرب. للي ما عم بيفهم شيء، هذا حليب، وهلا بعد شوي رح نجيب كورن فليكس. ماشي مش حليب وكورن فليكس، بس للي ما عم بيفهم شيء بس ما نو ستريس فسركم. اللي بيسكر ادنى اللي بيسكر ادنى. يلا يلا اطلع وعطوقف، ممنوع توقف، كمل بعد. قلت اربع كيسات، قلت اربع كيسات. اذا بدك تمشي معنا لازم تشرب كاس، تشرب من تاني قنيني حتى تعبي الراس.
إذا بدك تمشي معنا لازم تشرب كاس تشرب من تاني أنيني حتى تعبي الراس بتاخد منا شهادي وبتسكر على الوادي تاخد منا شهادي تسكر على الوادي وزحلتنا بتنادي كلوا مثل جدنا ومين بيسكر قدنا ومين يهدي حدنا نحن أبطال الخمارة وهي وردة جدنا لو اسمع مني ضل سكار شوف اللي وين جايبك بيكون في دولار بتشوفوا مليون عين ظبطت هيدي واسمع مني ضل سكار شوف اللي وين جايبك بيكون في دولار بتشوفوا مليون عين ايه اسكر بتضلك مبسوط على عدلية ما بتفوت اسكر بتضلك مبسوط على عدلية ما بتفوت الظابط بتشوفه جلبوط وبدر النيرتنا ومين بيسكر قدنا مين يهدي حدنا نحن أبطال الخمارة وهيدي وردة جدنا إذا بدك تنسى الدنيا وتنسى كل الناس من عشية حط قدامك قنيني وبطحة وكاس إذا بدك تنسى الدنيا وتنسى كل الناس من عشية حط قدامك قنيني وبطحة وكاس بتبطل تفرق معك الدنيا ما بتساعك بتبطل تفرق معك الدنيا ما بتساعك بتخلص من أوجاعك والله يرحم جدنا ومين بيسكر قدنا ومين يهدي حدنا ونحن أبطال الخمارة وهيدي وردة جدنا ومينو هالشب اللي جاي الخاني عكتابه حاطيت القنين بجيبه والكاس عشفابه ومينو هالشب اللي جاي الخاني عكتابه حاطيت القنين بجيبه والكاس عشفابه مأكد هيدا زحلاوي مسكر راسه ضاوي مأكد هيدا زحلاوي مسكر راسه ضاوي وناوي يسكرنا ناوي ويلي وردة جدنا ومين بيسكر قدنا ومين يهدي حدنا نحن أبطال الخمارة وهيدي وردة جدنا البحر بتجيبه لقدامك لما بتشرب كاس وبتشوف الدنيا جميلة ومليانة إحساس البحر بتجيبه لقدامك لما بتشرب كاس وبتشوف الدنيا جميلة ومليانة إحساس مين براحة بالنا ومين يطال جبالنا مين براحة بالنا ومين يطال جبالنا نسكر عموالنا وهيدي ما بدنا ومين بيسكر قدنا ومين يهدي حدنا نحن أبطال الخمارة وهيدي وردة جدنا حدا عم بيعمل حدا عم بيخرج ولاده ونحن حاضرين ثانك يو سو ماتش يعني مقررات مؤتمر رح تطلع والله طيبين سيك رائعين 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 جوهم قديش حلو صوتهم حلو غنيتهم حلوة أجواءهم مع بعضهم حلوة كل واحد منهم جاي من ضيعة وجاي من بلد وجاي من مدينة ولقوا طريقة ينجمعوا ويضحكوا وينبسطوا عن جد إن شاء الله كل يمكن في كتير مدن أضيع بلبنان عندنا زيت الشيء بس نتعلم الكل إنه نضلنا كلنا مع بعضنا إيد بإيد حد بعضنا بكل بلدان العالم للبنان خليلي إياكم عن جد عن جد شرفتونا أنتوني بشرفي بشرفي من كل قلبي عم بقول لك اياها الوحيد اللي بتزرع لنا القمر الوحيد اللي بتخلينا نحب لبنان مزبوط 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 انت الوحيد اللي بتحكي النظافه تبع لبنان الاهل المحبه الكالتشر العادات التقاليد يلي كلنا محرومين منها هونيك عم بفرجينا اياها على التلفزيون وعم بحسسنا فيها مين قال مين قال يوما ما بدنا نلتقى نحن وياه انا مش مصدق نلتقى فيك فرحان جمعة الماضي كنا على التلفزيون وعم بحضروا على التلفزيون مين قال نلتقى كلنا سوا مع بعض ثانك يو سو ماتش بايت بايتك اني واي اني تايم نيويورك باستن كاليفورنيا اوتاوا حوش القمر برونتو حوش القمر اهلا وسهلا فيك
بتعادوا على قويكم ان شاء الله بتكبروا. واكيد انت شخص مميز كثير عن جد قدام الشعب اللبناني كله المغترب، لانه انت فصلت لبنان مناطق كثير مش معروفه لعنا، يعني نقلوبنا وصلتنا حتى نزورها دائما. يعني بدي احكي عنكم مش عني، اي مغترب انطوني الزحليوي من هلا من خلص ختمناها، خلص كعك بحليب وعرق وشويه مزع البرداوني. هلا جديده شو اسمها؟ اثنين العجوز. اثنين العجوز ومشطيح. هيك تنشوف هالمقررات هلا. هلا المقرر العالمي فتح معمل عرق بكل مدن العالم. عندنا كشك اخضر بلدي طبيعي 100% شغل ايد المختاره. انت من وين؟ اي منطقه؟ اعريم. يعني حتى العرقات من عندك؟ العرقات من عندنا، من اعريم. كثير مهمين حبيبي، ميرسي لك. بس قولي لهم رقم التليفون ضروري. رقم التليفون 81-63-11-17. شهادة عرقات رائعين، طلعوا هيك غنية. كشك اخضر رائع. طب ثانية بس لونه ابيض، ليه بسموه اخضر؟ لانه بعده طري اخضر. مش يابس. طيب يلا زيت زيتون. اطيب زيت زيتون، شغل دايرة عنايل روعة. يلا كشك اخضر. شو هو الكشك؟ الكشك هو لبن لبني وبرغل شوية ملح. كتير صحي. بدنا شهادة الرئيس البلدية بالكشك. يلا كيف حدا ما بياكل كشك؟ اطيب كشك. بصيروا هالشباب جيل الهامبرجر يقولوا لا الكشك ما بناكل كشك، بعقل كشك لبني لبن بغزة بكبر كبر. ايه فهمت عليك. دار السلام فيك مربى الاسودين، على ارض الله منا بالموت ببوز البارودين. زحلي يعدون احسدنا شرب العرق عادتنا، والبردوني ميتنا تعطي للسير وبرودين. زحلي زحلتنا شرب العرق.